بس على تالنت سكتشات جديده حصير تطلع على كرفان، واحنا هون عشان نصور الميكينج اوف لهي السكتشات. غير هيك انا كمان حيكون عندي يعني بنقدر نحكي دور بطوله بهذا السكتش. سايلنس 4 3 2 اكشن. طلعنا لهون ما بطلع كامل لا عشان الكاميرا شايف المور. اوكي اوكي يلا توصل لهون تنزل على اساس هون في الاشياء اللي بدك تروح لعند المتخيله اوكي تطلع فيها بعدين بتمشي لعندها ضلك تطلع فيها اسعد عينك ما تروح على الكاميرا ابدا اوكي بدي تعطيني لفه ما تروح لها دايركت عشان تيجي من النص تيجي من هون عادي بتعرف الرواشه هاي اوكي واحده اثنين غمزتين اوكي 5 4 3 2 صار ليش دخلت دايركت مد حالك اول شيء بعدين بس فريز بعدين بتشوف وتطلع على الهدف اللي انت رايحه اوكي 5 4 3 2 وين شايف ال فايف فور ثري تو كات خلص يلا احنا بنصور فواصل برنامج اسعد تالنت اللي هم ست فواصل عندنا لست حلقات احنا بنخصص يوم يعني لهذه الفواصل عشان ناخذها طبعا بالبدايه انه الحلقه عباره عن ست فقرات فقره يعني فقرات متنوعه بالفقره الثالثه بيجي بعدها الفاصل اللي هو اللي احنا بنصوره هلا ايش هي مده الحلقه بال ست دقائق من 5 الى 6 اوكي اوكي بتيجي ست اجزاء بالضبط طب الفواصل هاي ممكن مثلا عشان تستخدم الجرين سكرين ممكن تصورها بالاستوديو ليه عم تصوروها برا هو جزء منها بالاستوديو وفي جزء بتطلب انه برا يعني احنا بنلعب كوميديا هلا بنشتغل أوكي. كوميديا ف يعني في عندنا مثل الفاصل اللي كنا بنشوفه هلا بنشتغله انه اسعد بكون مار بمكان طبيعي هيك اشجار وكذا وبشوف غاز وبشوف طنجره طبخ واكل وآه برا بالضبط يعني هو هاي رح تنفهم بس تنشاف بالفيديو تنشاف بالفيديو بالضبط اخترنا انه يكون خارجي عشان ناخذ مصادر طبيعيه يعني بالنسبه للاضاءه وكذا بتصوروا كثير خارجي الجيتار نفس الشيء بنصور خارجي اوكي كيف تعامل الناس معكم لما يشوفوكم عم تمثلوا بصراحه احنا شايفين في تعاون لانه اسعد يعني معروف عرفت كيف يعني بتشوف الناس بتعرفه بتتقبل الموضوع بالعكس في تعاون يعني هيك ومبسوطين يعني حتى بيستنوا بيسالونا يعني متى رح ينعرض متى البث اول حلقه وهيك عمره صار شيء انه كنت عم تمثلوا والناس فكروا انه عن جد عم بيصير هذا الموقف طبعا طبعا يعني احنا كنا امبارح بشمسانه بنصور بمطعم وكان في مشهد بيطلع اسعد بنطرد من المكان اللي هو بتمرن فيه من صاحب المكان بالضبط وبركض للشارع وبتدعس السياره طبعا هو يعني احنا تمثيل هو هذا المشهد بس تقريبا رياليتي طالع اكثر طبيعي هيك بالضبط شكرا كثير لك كاميرا رولينج 5 silence 4 3 2 action نجم اسعد تالنت الاستاذ اسعد اهلا وسهلا كيف حالك الحمد لله كيف حلو انه البرنامج اسمك سكتشات اسمك حبينا نكون حابين الاسم عشان هو اسعد سعيد. من السعاده صحيح واسعد تالنت واسعد مواهب اسعد مواهب بتعرض لكل يوم لحوادث لمغامره جديده حبينا نعرض من خلال هالمواهب الموجودة عندنا في الأردن إحنا عن طريق الإيقاع تبعها مثلاً عازف جيتار بغني فمنجيبه مطلعه معنا بالحلقة وكل يوم أسعد بتيجي براسه إنه بده يعمل هواية يمارسها أو مهنة معينة وعن طريقها بلعب بالكوميديا وقديش أنت الموجود أسعد الموجود بالحقيقة نفسه أسعد الموجود بالسكتشات التمثيل حلو أنا هواية بحبها من زمان وحاب أمارسها حبيت اني انا اكون اضيف شيء للكوميديا الجديده في البلد اوكي هلا اليوم شفته انا ما فهمتش ولا شيء منه المشهد ايش كنت عم تسوي
المشهد هذا فاصل فاصل من فواصل أسعد تالنت. أوكي. طبعا نلعب بالإموشن تبعها بالخيال يعني. أوكي. بنطلب مني ان انا يعني اعيشه. شفتك تنزل هو مش هيك هو هيك مش موجود بس اسعد مواهب بده يعملها. طب كيف تقدر تتعامل مع الاشي وانت مش شايفه؟ عشان الكوميديا لازم تكون هيك طبعا. هاي صعبه طالع الحال. اي صعبه. بحب اتمرس عليها واثقف نفسي فيها اكثر. واعمل المشهد يعني مره مرتين ثلاثه بعدين. كيف تتعامل انت والدايركتور المخرج والمؤثرات الخاصه البصريه؟ والله على راي المخرج تبعنا بقول لي اسعد انت مكانك حلو يعني وين ما احطك. تعمل لي نور يعني حبيبي وما تطلع ممتاز. طب كويس. ايش اليوم كنا حتصوره؟ اليوم بدنا نصور حلقه التمثيل انه اسعد كمان بده يتعلم من المواهب الموجوده معه فن التمثيل فبدي اروح اتعلم تمثيل. طب ممتاز. تاخذني معك؟ ممكن تخليني اوصل معك؟ بتشرف فيك. يلا تسمح. اهلا وسهلا. عن جد اكيد اهلا وسهلا. خلاص ممتاز. اليوم حمثل معنا. طب شكرا كثير لك. و خلاص تيك 1 يعني ولا في كمان واحد؟ لا لا احنا اخذنا التيك. طب بالنسبه لل ما في الرياكشن والحركه والاداء والنص ما في لا 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 ما في لا لا هو هيك كومبرس. لا لا فهمتك انا. خلص اسمع احنا بنرتب لك مشهد ثاني. يا ريت. خلص ياريت. اوكي شكرا كثير لك. هلا بعطيك بعيد. لا 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 خلص اكيد خلص دن. شكرا.